ما عم اطلب منك تعطيني كلمة السر، انا عم قلك بس بدي اشوف كم لقطة، ورجيني لو سمحت. بعتذر، انا ما بقدر فرجيكي اي شيء بدون اذن من المدير، وهو ما اجى لهلا. انا عم اترجاك، لازم شوف الفيديو كتير ضروري كتير. انا اسف ما بقدر. انا ما عم اطلب شيء خاص حتى انطر اذن من حدا، بس لانه مبارح حدا حط كحول بكاستي، وانا بتذكر منيح انه الجرسون اصر علي حتى اشرب كاسة العصير هي. بدي اعرف مين اللي عمل هيك. بترجاك يا اخي ساعدني بهالشغله. مدام انا سبق وقلت لك انا ما بقدر فرجيكي اي شيء اذا ما كان المدير هون. انت ما عم تفهمي علي؟ شو انت ما بتفهموا لا؟ هيك بيحكوا مع البنت؟ ميانك بس لحظة، البنت عم تطلب المساعدة منك، مو هيك بترد عليها؟ يلا اعتذر منها. بعتذر مدام. برافو عليك، روح نلا ناديلي مديرك لهون. أمرك. لا تقلق يشكي، إذا في حدا حط شي بكاستك أكيد رح يتعاقب. شو ما كان اللي صار مبارح أنا رح أعرفه اليوم. إذا كانت سارلا ما بدي إياكي تقلقي أبدا، أنا بتصرف معه. أوكي؟ بعتذر. على شو عم تعتذري؟ لأني مبارح سببت لك إحراج كبير. لا ابدا، جاي ادفع الفاتوره، وصراحه مبارح اهان هو اللي ساعدك كتير منيح، يعني حسيته ما عنده اي مشكله باللي عملتيه مبارح، لانه انا بقدر اتصرف مع الست سارلا بس مو مع اهان. في شيء غلط صار مبارح، انا ما عاد حسيت على شيء، ما عم اتذكر شو صار. لا تقلقي يشكي، شو ما كان اللي صار معك مبارح أنا رح أعرفه اليوم، بوعدك بهالشي. أوكي؟ لا تخافي أبدا. شكراً مايك. تكرمي. يشكي، كل شي صار مبارح بالليل مو متذكرة منه شي، بس صونه أنا رح ذكرها باللي صار. بدك تعترفي يا سونو أو عيشي بتعاسة لدرجة إنك رح تلغي عرسك، بس انطري وتفرجي. انتي قضيتي الليلة معي، بس رح تتزوجي حد تاني، وتخيلي شو رح تعمل عيلتك لما بتشوف صورتك معي، تخيلي شو ممكن يعملوا. انا قرب عرسي، بس شو عم يصير معي؟ اختي سونو مستحيل تعمل اي شيء بيأذي تقاليد عيلتك. شو انا شو بدي اقوله لاخي هلا إذا شاف الصورة؟ هدول الصور أنا رح فرجيهم لعيلتك، وإذا ما بدك يشوفوهم تعي قابليني فورا. شو بدي أعمل؟ وإذا ما رح شفته رح يفرجيهم الصور كلهم.
راسي رح ينفجر. يعني أنا ماني عم أطلب شي مستحيل، بس بدي ركز. أنا لازم فكر بخطيبي اللي بده يصير زوجي، ما فكر بآهان. حتى أنه إجا ساعدني اليوم، بس لا أبداً، كل شي بمخي هلأ كل تفكيري بآهان وبس. بعرف إنك مو مركزة إيشكي، أكيد مخك مشغول باللي صار مبارح. إيشكي فيني أخذ رأيك؟ إيه؟ بدي شوف شي فيلم، بس صراحة محتار بين فيلمين، ما عم عارف أختار أي واحد. شو الفيلمين؟ واحد عروس صديقي المفضل، والتاني الزواج أولاً ثم الحب. شو الأفلام هاي؟ ما بعرفهم أبداً. ما بتعرفيهم؟ فينا ننقي أي فيلم أحلى منهم من اسمه، عروس صديقي المفضل أو الزواج أولاً ثم الحب. الزواج أولاً ثم الحب. ليش؟ ليش ما حبيت التاني يعني؟ عروس صديقي المفضل قصة خيانة ما؟ إيه وإذا؟ بلكي كانت العروس بتحب البطل؟ تبقى خيانة. إيه معك حق، بس هي بتحكي عن خيانة الذات، يعني إنك ما تسمعي شو بده قلبك كمان خيانة. وإذا بتزوجتي حدا ما بتحبيه بتخوني حالك. أنا ما شفت الفيلم، بس بتمنى إنه الأبطال ما يعملوا هيك. شو رأيك؟ شو بيعرفني؟ عن جد أنا ما كتير بشوف أفلام، وكمان ما بعرف أبطال. شكله مرض الإنكار اللي عند أخي أهان بيعدي. فظيعين. حبيبتي وين قررتوا تعملوها للحفلة؟ ست سارلة وين ما بدك انت نحن بنعملها. اكيد اي طبعا وين ما بدك انت. اهان شفت سونالي؟ انتو تقاتلتوا او تخانقتوا شي؟ لا يا اخي ما حكينا صراحة. هي مبارح ما اجت على الحفلة، نامت بكير. وين بدك؟ معقولة معصبة مني لأني طلبت منها ما تنزل؟ لا لا سونا مستحيل تزعل مني، ما عم ترد على تليفونها. مبارح هي بعتت لي رسالة إنه حتنام، بس أنا ما عاد شفتها، حتى إني دورت عليها بالغرفة بس ما لقيتها. رحمة ليك ما تخبر أي حدا مشان ما يقلقوا. إيه لكن رح شوف المطعم بجوز لاقيها. رح شوف تسجيل الكاميرا. إيه يلا أوكي يلا. ليش سونا لسه ما ردت علي؟ لازم ابعت الصور لعائلتها منشان تتعلم كيف ما ترد علي. مو مهم مين بده يلغي العرس، اذا ما لغيتي انا يلي رح الغي لك اياه. العيونه كيف صحتك خالتي؟ كثير منيحه. وانت كيفك؟ كثير منيح. كيفكم؟ هاي بدي اقول لكم شيء، عندي فكره منشان حفله الحنه. والله عن جد افكار جديده، شو الفكره خبرني. عندي على اللابتوب، يلا رح فرجيكم، عندي فيديوهات كتير حلوة رح تعجبكم. هدول الصور من عشا مبارح كان كتير حلو. ليكي منيح لقيتك هون. عم دور عليكي. شوفي شو في أهان؟ تعرفي وين سونو؟ لا هي مو بغرفتها. بعرف مو بغرفتها. وين بدها تكون؟ حتى ما ردت على التليفون. رح دور. ايه بس لا تخبري حدا انه ما منعرف وينها. ماشي طيب. ايه ماشي. وين بدها تكون راحت سونو؟ سونو شو؟ بعتذر خربطت. شو؟
ولا شيء مشان مبارح. شو مشان مبارح؟ ليش بضل تحكي عنه؟ أنا بس كان بدي أسأل. ولا شيء، لقيت الشاب مشان يفرجيكي تسجيل الكاميرات؟ هو بس بده يعرف ليش كنت سكران. شو؟ وانت كتير مهتم ليش كنت سكران مبارح؟ ليش كتير مهتم تشوف التسجيلات؟ لك لأنه بس بدك تحط علي وحدة، ما؟ الموضوع مو هيك أبداً. انت بس بدك تثبت انه البنات بيغلطوا، لازم تكتب بالسي في تبعك انه الغلط دائماً بيطلع من البنت، الشاب ما بيغلط، هيك رأيك؟ انت دائماً بتشوف انه الغلط من البنت. بس هالمرة انت اللي غلطانة، كان فيكي تبقي بغرفتك مثل سونو بس انت طلعتي لبرا. الشخص اللي ما بيعرف يتعامل مع مشاكله لازم يخبيها. حاولي تكوني مثل سونو. اختي مستحيل تحط حالها بهيك موقف. مستحيل تحط حالها بأي مشكلة ما بتقدر تحلها أبداً. مستحيل أعمل هيك، ما عملت شي غلط، لو صار شي مبارح كنت تذكرته. أنا ما بحب ميا. لكن مين بتحبي؟ أنت. هي أحلى لحظة بحياتي كلها، خليها الليلة تطول شوي كمان. هاد هو، هاد اللي حطاني العصير. بالنسبة إلي منحط حلو، منجيب ورد، منعمل عشاء، منضيف حلو، بعده منجيب حلو، بعدين حلو. استني، لا تنسوا الحلو. كسارلو، مو نحن عم نعمل ريجيم؟ آه طيب، معناتها منعمل حفلة جاتو وشاي بلا سكر. ها إيه هذا الحكي سارلو، ذكريني ما حط سكر للشاي. أنا حكيت معهم كلهم، مع سومان وأبو لكارتيك، وجايين هلأ فوراً على الطريق. كتير منيح. ممتاز، إذا كنتوا كتار أحلى، خلي الكل يشوف بنتهم العزيزة سونالي على حقيقتها. إذا حدا سأل لازم جاوبهم. أنا ما بعرف، الصورة وصلتني وما بعرف من مين، من رقم غريب. سونو راح دمرك. يلا فرجينا الفيديو، شو ناطر ميان؟ شغله خلصنا. البقية جايين على الطريق، لو اجوا كلهم كان احسن، بس يلا هدول بكفوا. هلا زواجك رح يلتغى اليوم يا سون. سونو سونو، وقف
ابنك يدفع الثمن. تعي هاتي ايدك، تعي. اخي معه حق اشكي، هاد غلطي، انا ما كان لازم روح على حفله امبارح. لو رديت على اهان وما رحت ما كان صار معي شي هلا. شو اللي صار معك؟ احكي لي سونالي. يلي صار صار، خلاص سونالي اعطيني ايدك. اشكي خلاص، تركيني لحالي وروحي. سونو لازم اعمل شي، اي شي. شبك واقفة، تحركي. انت منيح؟ لا اشكي، اشكي انت شو عم تعملي هون؟ انا رح اعمل مثلك. اشكي سونالي، اذا نطيتي انا كمان رح نط، اذا بترجعي لورا انا برجع معك. قرري. اشكي انا حياتي تدمرت تماما. طيب بس حياتي خلص انتهت. شو صار سونالي؟ احكي سونو. سونو سونو تعي طلعي فيني، قولي شو شو صار. انا بترجاكي احكي لي، شو خلاكي تجي لهون؟ شو اللي صار معك؟ شو صار؟ خبريني. شوفي شوفي شو شوفي شوفي شو صار امبارح. فيكي شي؟ شو ستي؟ انتي منيحة؟ ايه. شو صاير معه؟ ما بعرف. تعالي خلينا نشوف. مو معقول هالأوتيل، كل شي بيصير فيه غريب كتير، ما هيك جني؟ مو معقول. هذا الشي مو طبيعي. أبداً. وين؟ ما بدكن تشوفوا الفيديوهات اللي معي؟ منشوفه بعدين، ايه؟ ولسه لهلأ ما عم نعرف وين سونالي. حياتي كلها انتهت اشكي.
سونالي، هذا مو غلطك. ها؟ تعي معي سونو. ما يلا. لا سونالي، لا تعملي هيك. إشكي انتي جاوبيني، كيف بدي واجه اخي وخطيبي؟ قليلي كيف بدي واجه عائلتي؟ هلا كلهم قالوا لي ما لازم انزل على الحفله، ما بيصير، وانا نزلت. اسمعيلي منيح، نحن كثير اوقات بنحس انه كل شيء تدمر والابواب تسكرت بوشنا، بنحس انه نحن ما بنقدر نحارب، بس دائما بنلاقي شخص مناسب بيجي بيساعدنا بكل مشاكلنا، دائما بنلاقي حل. انا ما بدي مساعده. سونو لا تضعفي، ما في شيء بالعالم ما له حل، سمعتي؟ بس انتي ما لازم تستسلمي ابدا، شو ما صار خليكي قويه. انا رح اعمل جهدي، رح اعمل اي شيء مشان نحل المشكله، كل شيء رح يكون منيح. سونو لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.